نعم مشاهدي الكرام، بالتالي متواصلين وياكم، مثل ما قلنا انه الحسين سر البقاء، وبالتالي اليوم ابناء الشعب العراقي ابناء الحسين يقدمون ما يمكن تقديمه واكثر، يعني من خلال طاقتهم واكثر من طاقتهم في سبيل احياء الشعائر الحسينيه واحياء القضيه الحسينيه. فبالتالي العديد من النشاطات اليوم موجوده هنا بالمخيم، منها المعرض الصوري ومنها المهرجان الشعري وما شابه ذلك. حجينا السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى الذين لبوا نداء الحسين من الحشد الشعبي والقوات الأمنية التي لولا تضحياتهم ودمائهم لما أقامت كل المؤسسات هذه المهرجانات وهذه الفعاليات الحسينية وغيرها. اليوم القضية الحسينية بهذا الوعي بهذا التطور اللي جاي يصير، أنه من خلال شلون واحد ممكن يبعث رسالته، ربما سابقا كانت فقط المنابر الحسينية، اليوم ما شاء الله جاي نشوف الناس الصور اللي للناس اللي مشت على طريق الحسين من خلال المعارض ومن خلال المهرجانات. لو تحدثنا بهذه القضية أنه كيف بعد ممكن أنه نقوّر رسالة في سبيل إيصالها للعالم. المجالس الحسينية في الزمن البائد كانت محاصرة، ورغم هذا الحصار الأطفال الذين الآن أنا أقيم مهرجان في هذا المهرجان قسم الطفل الحسيني. الطفل الحسيني عاش منذ الأزل، منذ أن أقامت هذه المآتم برامجها إذا في الزمن السابق وما قبله وفي العصور المظلمة العباسية والأموية، هذه التنشئة للطفل من هذه المجالس أتت ثمارها على الأجيال التي سبقتنا وإلى الآن، فتنوعها جيد جدا. أما أنه القديم كان ثمرة هذا القديم، هذا الوجود وهذا التطور وهذه الثقافة، الطفل وجد نفسه بين الزنجيل، بين اللطم، بين البكاء، بين المقتل الحسيني، بين الدمعة. فالطفل الحسيني هو بداية تنشئة طريق الحسين، وطريق الحسين هو التشريع الثقلين، القرآن والحسين هم الثقلين. والمحاربة الآن من جميع المؤسسات الكافرة المرتبطة بالكيان الصهيوني، المرتبطة بأجندة أمريكا وغيرها، في محاربة الأسرة أول ما استهدفت الطفل والمرأة الزينبية. فنحن إن شاء الله تعالى نثبت للعالم أن هذه التنشئة عند المرأة وعند الرجل الذي كان في الطفولة جذره الحسيني، نتاجه هذا لا يذهب بكلمات أو منشورات أو قوانين وضعتها تلك الدول التي لا تريد للإسلام الأصيل إلا الشر. الحج احنا اليوم حلو انهم نشوف القسم الخاص بالطفل الحسيني، الطفل الحسيني اليوم اذا اردنا انه نزيد وعيه بهذا الموضوع، شلون ممكن انه نقدم الثقافه الحسينيه، نقدم المبدا الحسيني. تبدا الثقافه في تنشئه الطفل على هذا الخط، ان يجد نفسه في المعارض، ان يجد نفسه في المحافل الحسينيه، ان لا يكون مهمش. عندما ياتي الطفل مع والده مع والدته الى هذا المعرض يجد نفسه كبير، نجد نفسه له الحصه الكامله في هذه المهرجانات. هذه بدايه ان نعطي للطفل الزخم والمعنويه ان هو جزء من هذه الثوره وجزء من هذه الثقافه وجزء مهم من هذه المهرجانات. حياكم الله. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي ايضا احنا لو ردنا نتحدث انه بخصوص الطفل الحسيني، اليوم اغلب اطفالنا اللي موجودين العراقيين اللي متربين تحت مبدا او وفق مبدا الامام الحسين من خلال ابائهم واقرانهم واصدقائهم، بالتالي جاي نشوف اطفالنا اليوم الموجودين واعين على القضيه الحسينيه، فاهمين القضيه الحسينيه، والدليل على ذلك انه المواكب هي خير شاهد على حديث. حجينا السلام عليكم. شلون اخبارك؟ شلون صحتي؟ شلون الاحوال؟ دورنا نتحدث عن المهرجان اليوم وهاي النشاطات المتعدده، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لليوم الثاني على التوالي كان لنا مشاركه في معرض المخيم الحسيني تحت شعار الحسين سر البقاء. الحمد لله مثل ما دا تلاحظون انتم في هذا البرنامج هناك يعني معارض عديدة، منها الثقافية، منها المعرض الصوري، منها الكتابة، منها الرسم، متنوعة. وهذه حقيقة إذا أريد نرجع إلى الوراء، هي في هناك يعني حرارة لمقتل الحسين عند المؤمنين لا تبرد أبدا مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الحمد لله احنا نستلهم من هذه الثورة العظيمة الدروس والعبر، وهذه الدروس العبر ما تأتي من فقط لكلام، إنما إن شاء الله
ما تأتي فقط من خلال كلام، وإنما تأتي من خلال عمل، والعمل هذا يطبق على أرض الواقع. اليوم الثقافة والإعلام إلى دورة في نشر هذه الثقافة، ثقافة الحسين عليه السلام. المدرسة الحسينية يجب أن تترسخ في مجتمعنا العراقي، من الأطفال من الشيبة. والحمد لله إحنا اليوم نلاحظ الشعب العراقي هو متميز في إبراز هذه الثورة. الثورة الحسينية متجذرة في شخصية الفرد العراقي، من خلال تلاحظون البرامج، المناسبات والمواكب اللي تظهر، مو فقط مواكب يعني الأكل والطعام وكذا، لا، هناك الحمد لله أصبحت في مسيرة الأربعين لدينا مواكب ثقافية كبيرة، من المجلات، من العرض الصوري، من مسرحيات أيضا. تلاحظ اليوم في يعني طريق المشاية الإمام الحسين سلام الله عليه، تلاحظ هناك عروض مسرحية أيضا موجودة. فالحمد لله والشكر هذا ما أجى من فراغ حقيقة، وهاي بركات الدماء أيضا، دماء شهدائنا، شهداء الحشد الشعبي، الشهداء السابقين اللي أرسخوا، اللي ماشي على خط الإمام الحسين، الناس اللي تحيي هذه الذكرى، الناس اللي تحيي هاي الشعار، الناس اللي تذهب للأربعين. أكيد بلا شك طبعا، مثل ما قلت لك أسلفت أنه هذه المناسبات أصبحت لدينا فيها دروس وعبر للسير على هذا الطريق، سير الإمام الحسين. وإن شاء الله نحن سائرون وحسينيون حتى الظهور. إن شاء الله نعرج على هذا المبدأ. الله. حتى الظهور. إن شاء الله نعرج على هذا المبدأ. بلي إن شاء الله. شنو الهدف؟ الهدف حتى الظهور، ربما شاهد يسأل ما يعرف، يعني بغض النظر عن الطائفة الشيعية وغيرها، إنه حسيني حتى الظهور، حتى ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. حسين حتى الظهور هو هذا حقيقة شعار أطلقه المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، وتبناه من العام الماضي في انطلاقته حملة إعلامية لترسيخ هذه النهضة وهذه الثورة الحسينية. حسينيون حتى الظهور كشعار هو واضح، نحن حتى الظهور باقون للأبد حسينيون، ونسعى إلى الترسيخ في جيلنا القادم وما بعدنا في سبيل خلينا نقول اظهار الحقيقه. نعم. اليوم اذا اردنا نتحدث انه عن التنوع هذا اللي موجود اليوم بالمخيم الحسين عليه السلام، ويجب على بعض الهيئات والمواكب يجب عليهم ان يعملوا هكذا كالمخيم الحسيني عليه السلام. ليش؟ لانه هذه في الصوره برنامج للاخرين. نعم. هذه رساله. نعم. اخو بعد نشاطات مسرح وافلام والسينما والدراما وما شابه ذلك. حقيقة نعم. حقيقة اليوم هذه السينما هي رسالة لتوعية الشباب. اليوم حقيقة بعض شبابنا انهاروا، ولكن يجب علينا أن نوعي توعية للشباب من خلال الصور، من خلال المخيم الحسيني، من خلال المواكب، من خلال الهيئات، من خلال المواكب الحسينية لصح التعبير. عظم الله أجلنا أجلكم الله عز وجل. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي مثل ما تشوفون انه اليوم الشعب العراقي هو ممكن احنا العراقيين مميزين عن بقيه البلدان، خصوصا انه الامام الحسين استشهد بكربلاء، وكربلاء هي اليوم انه بوصله جميع العراقيين، خصوصا انه الامام الحسين مبدانا، مبدا حياتنا، مبدا لشبابنا وعوائلنا اللي موجودين. فبالتالي اليوم من جاي نشوف الشعب العراقي، وليس بجديد على الشعب العراقي انه اقامه هيك مخيمات واقامه هيك توعيات، خصوصا وانه زيارة الأربعين خير جيد. شيخنا السلام عليكم. عظم الله لك الأجر. الله جورنا وجوركم. حياكم الله. قضية الحسينية كبيرة جدا. قضية الحسينية لا توصف بهذا الوصف. الحسين سلام الله عليه أمه، كان إبراهيم أمه. بالبداية عظم الله جورنا وجوركم بهذا المصاب الجلل، بذكرى شهادة الحسين وعيال الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين صلوات الله عليهم. اليوم هذا المكان في العاصمة بغداد له عدة رسائل، نوصل هذه الرسائل إلى العالم. احنا اختارينا هذا المكان للمخيم الحسيني لأن الحسين سلام الله عليه خرج لأجل مبادئ، خرج لأجل قضايا، وهذه القضايا اليوم تتجسد
بالواقع، واقعنا خصوصا الواقع العراقي المؤمن، المؤمن بالقضية الحسينية، المؤمن بخروج الحسين سلام الله عليه. العراقي مو مؤمن بالقضية الحسينية؟ العراقي بمختلف الأديان، إن كان النصراني والصابئي والمسلم، كلهم يؤمنون بالقضية الحسينية. الإمام الحسين للجميع. الإمام الحسين مبدأ الإمام الحسين سلام الله عليه بهذه النقاط لتحصين الأمة. يزيد شاربا للخمر، قاتل للنفس المحترمة، قاتلا للنفس المحترمة، لاعبا بالقروض، مثلي لا يبايع مثله. إذن خروج الإمام الحسين خروجا سياسيا، خروجا سياسيا. احنا اللي نقول الإمام الحسين ما خرج خروج سياسي، لا، الحسين خرج خروج سياسي. أمير المؤمنين سلام الله عليه رغم جلوسه بالدار لكن ما عرف القضية السياسية. القضية السياسية هي عين الحياة، هي عين الدين، مثل ما قال إمامنا الصدر سيد باقر رضوان الله عليه، سيد محمد باقر الشهيد الأول: سياستنا عين ديانتنا وديانتنا عين سياستنا. واليوم احنا نشوف هذه التحديات بالأمة، بشباب الأمة، يوم قضية المثلية، يوم قضية الجندرة، يوم قضية حرق القرآن، وخصوصا منصبة إلى الشباب العراقي، بالتحديد العراقيين، بالتحديد لأن العراقيين يشوفوا هذا التجمع البشري، خصوصا اليوم احنا مقبلين على زيارة 40، هذا الماراثون العظيم المليوني، هذا إلي يعني واقعا حدث بالعالم، أعظم حدث بالعالم. هذه الشعائر، شعار أبو عبد الله سلام الله عليه، لها أثر، لها أثر بالشباب. يعني قضية الشباب يعني تحولهم من حال إلى أفضل حال، تخلي الشاب خصوصا الشاب العراقي الشاب المؤمن تخلي بتكامل. هذا التكامل من أفضل تكامل الإنسانية. اليوم نشوف اليوم اللي يخدم في قضية الطبق، خلص من قضية الطبق راح ينظف الشارع، راح يساعد أبو الاستفتاء. فهذه قضية الحسين سلام الله عليه، قضية رسالة. وإحنا اليوم بهذا المكان، مكان في العاصمة بغداد، نريد نوصل رسالة. قمنا بهذا المخيم، مخيم الحسين. إحنا نشوف اليوم صور لأحداث كربلاء، لزوار الإمام الحسين. إذا تأخذ على ذاك الجانب صور للشهداء الذين اقتدوا بالإمام الحسين، للشباب الذين اقتدوا بعلي الأكبر، منطق رسول الله. اليوم احنا المخيم اسمه المخيم الثقافي. الإمام الحسين عنده مبادئ، طلع من لأجل هذه المبادئ. شوف هذا المنطق، منطق اللي تكلم شباب سيد الشهداء، شباب علي الأكبر، كان منطقهم شنو؟ بني قاسم كيف ترى الموت؟ عم يا حسين الموت معك أحلى من الشهد. نأخذ منطق رسول الله صلى الله عليه وآله، علي الأكبر: أبا لا نبالي وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. هذا منطق شباب أهل البيت، نريد نعكسه إلى شبابنا الواعي اللي هم سطروا أفضل البطولات وتأسوا بشباب أهل البيت في واقعة كربلاء. والحمد لله اليوم إحنا في أحسن حال بفضل دمائهم الزواكي، بفضل تضحياتهم اللي تحررنا الحمد لله من داعش، اللي التفت جميع يعني أكثر الأمم حول هذا العراق المظلوم، ودافعنا نيابة عن العالم بهذه التربة التي روت بدمائهم الزواكي. الحسين فكر، الحسين مبدأ، الحسين للجميع، الحسين سر البقاء. يعني وفعلا انت مثل ما بديت وياي، انه مستحيل انه نختصر الامام الحسين في هيك مخيم، في هيك مؤتمر. الامام الحسين عظيم. هسه انت تلاحظ هسه هذا المكان ساحه التحرير، شوف وين كانت، خرجوا لنا قضيه تشرين ما تشرين، لكن شنو انا هذه يعني انطباقا لهذه الآية الكريمة، ان الارض شنو يرث عبادي صالحون. تشوف اليوم عوائل الشهداء، وتشوف المجاهدين، وتشوف المؤمنين، وتشوف الشباب الحسينيين. تحولت هاي الارض من ارض فساد، من ارض كانت يعني مدعاة الى الشر، الى ارض خير، الى ارض حسينية، الى ارض عطاء، والحمد لله. حياكم الله. اهلا. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي انه احنا مثل ما نقول
تفضلنا شيخنا هنا اذا اردنا نتحدث انه على القضيه الحسينيه فمستحيل نختصرها في مخيم، مستحيل انه نختصرها في مهرجان. السلام عليكم شيخي، عظم الله لك الاجر. عظم الله لكم الاجر والثواب استشهاد ابو عبد الله الحسين وافضل الصلاه والسلام مع عزم رجعنا العظام في هذه الايام، وهذا المنتدى الثقافي الحسيني مد الثوره الحسينيه لهذه الاجيال والشباب والمجتمع يكون له الرقى الافضل. واليوم هاي الارض بهذه المناسبه وهذه الاطروحه اللي يطرحها المجتمع الحسيني الاجيال للثقافه الحسينيه، تعليم الاجيال على الثقافه الحسينيه اللي ممتد الجميع الأزمنة وجميع الأطياف وجميع المجتمع حول المجتمع إلى مجتمع راقي حسيني اللي يحمل الأخلاق الحميدة ومنطلق هذا البيت الثقافي يعلم الإنسان الحسيني بأن يحمل أفكار الثورة الحسينية مبدأ نهج. وهاي القضية الحسينية هي ثقافة لكل الشعوب وكل العالم، لأنه بالحداثة أريد نحرف المجتمع والشباب إلى طريق الحق، طريق النصرة الحسينية، طريق المذهب الصحيح بأفضل صورة، نرتقي أمام الأمم والمذاهب الأخرى بأنه الثورة الحسينية هي امتداد لكل الأطياف ولكل الأجيال ولكل الأمم. الكلام بالتالي اليوم العديد من الناس اللي موجودين هنا سواء مشايخ وأطفال ونساء. السنة يعني محرم صادف في يعني درجات حرارة كانت كلش عالية، بس الأعداد شفناها بعشرة محرم كانت أكثر من السنة الماضية، وأتصور الأربعينية هماتين إحنا سنين البرد مشيناها، أكيد سنين الحر أيضا نمشيها، لأنه الإمام الحسين قضية مو هينة، يعني مو قضية عابرة ومرت، لا هي اليوم إحنا العراق انتصر، الحشد انتصر بعقيدته بالإمام الحسين، من عنده من الإمام الحسين إحنا أخذنا هذا، شبابنا أخذوا هذا القوة والوعي والقدرة وقدروا ينتصرون في معاركنا مع داعش، هي كانت امتداد لطف الإمام الحسين، يعني لو ما متصدين إحنا كان انتهى العراق وانتهى شيء اسمه عقيدة وشيء اسمه مذهب وشيء اسمه الإمام الحسين. فالحمد لله والشكر إن شاء الله. واليوم إحنا هاي السنة بالذات يعني شفنا الأطفال، يعني صراحة شيء مفرح انه مجالسهم او امام بيوتهم مسوين مواكب صغيرة، هذا يعني لا اكيد، وهذا يطينا اكيد ويطمئننا انه اكو جيل راح يستلم. احنا جيل عن جيل جعل، احنا استلمنا من ابائنا من اجدادنا، اولادنا استلموا وبعدهم اولادهم واولادهم، وان شاء الله راح يظل مستمر هذا النهج وهاي هذا الطريق بطبيعه الحال. بسؤال اخير، نعم. انه العائله العراقيه اليوم خصوصا الامراه الزينبيه بطقوس محرم شلون تكون؟ طبعا اكيد بطقوس محرم عندنا غير قضيه، يعني اليوم من قبل ما يدخل محرم احنا قبل كم يوم احنا مستعدين بالسواد بالرايات، طبعا هاي الرايه هي رمز بالمشاركه في ثوره الامام الحسين، هذه طبعا الامهات هي المسؤوله عن هذه القضيه، يعني الاب ما يعني هذه نقول القضايا اللوجستيه هذه ما لها علاقه بيها، فاكيد العائله العراقيه تشوف اطفالها بناتها كلها لابسه السواد، يعني انا قضيه حلوه كنت اخذتها من والدتي الله يرحمها، انه من كان يدخل علينا محرم حتى الذهب تنزع لنا اياه احتراما لهذا الشهر،
تقول يعني بنات الإمام الحسين بيا حال، وإحنا بناتي يلبسون ذهب من كنا صغار، كانت تنزعنا كل شيء. وعيت على هذا الموضوع، وعيت على هذا الشيء وسويته بأولادي وأحفادي، وهذول كلهم نفس المنهاج. ليش حتى هذه لا تندثر، تظل موجودة إن شاء الله. إن شاء الله الله أنه يحفظك ويوفقك إن شاء الله ويحفظ عائلتك. شكرا جميعا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. مشاهدي الكرام، مثل ما شفتوا يعني اليوم أنه القضية الحسينية، السلام عليكم شيخ، أخبارك؟ أنا أقول القضية الحسينية هي لجميع العالم. الإمام الحسين فكر، مبدأ، أسلوب حياة. طبعا طبعا إحنا اليوم في هذا المكان الجميل الذي يحتضن واحدة من فعاليات تفعيل القضية الحسينية. القضية الحسينية الآن أصبحت قضية عالمية إنسانية، وأصبحت مسؤوليتنا كبيرة أن نصدرها للعالم بشكلها اللائق الذي يليق بها، مع استخدام كل أدوات العصر المتطورة والتي تعكس الصورة البهية لهذه الثورة العظيمة التي أرسخت مبادئ العدل والإنسانية والثورة على الظلم والاضطهاد والتسلط. وما هذا المهرجان الذي حضرناه إلا صورة من صور هذا التصدير المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين عليه وأن يقدموه بصورة أفضل وأجمل في كل سنة، حتى نعطي للعالم صورة واضحة وجميلة وبهية على أبناء الحسين عليهم السلام. شيخنا، اليوم وفق التحديات اللي جاي نعيشها، وخصوصا الحرب اللي انه اقول موجهه للعراق وللشاب العراقي فكريا بعده قضايا، اليوم من خلالهم الثوره الحسينيه، الثوره الحسينيه شلون ممكن نستفيد من هذا الجانب لتوعيه الابناء؟ طبعا هذا قضيه الثوره الحسينيه وهذه الايام العظيمه المباركه فرصه كبيره لنا من اجل ابراز الثقافه الاسلاميه الحقيقه الواعيه التي تحترم الانسان وقيم المجتمع. فنحن الان مسؤوليتنا كبيره، انه بعد اكو هجمه كبيره ضد المجتمع وضد الفطره الانسانيه، وليس ضد الاسلام فقط وانما ضد جميع الديانات، بل جميع الامور الانسانيه والفطره الانسانيه. فالهجمة كبيرة والمسؤولية كبيرة، وعلينا أن نكون بمستوى التحدي وأن نطور من آلياتنا، ومن أجل أن نجذب أبنائنا بوعي كامل أن الإسلام هو الأطروحة الصحيحة لقيادة العالم إذا أبرزت بشكلها الصحيح، وعنهم عليهم السلام أن الناس يتبعونا لو سمعوا محاسن كلامنا. فمسؤوليتنا كبيرة أن نبرز محاسن وكلام أهل البيت الذي يبرز الجانب الإنساني للإسلام. عظم الله لك، عظم الله أجورك وحسن الله أجوركم الشيخ محمد. نعم سلداني. نعم شكرا جزيلا الشيخ. نعم مشاهد الكرام، بالتالي اليوم هي قضية حسينية، قضية كبيرة جدا خصوصا للعراقيين، للشاب العراقي، رغم التحديات اللي جاي نعيشها حاليا بالوقت الحالي، الهجمات اللي ممنهجة عن فكر الشاب العراقي والطفل العراقي، لكن بالتالي بوجود القضية الحسينية، بوجود مبدأ الإمام الحسين، وبوجود ناس مدافعين ومناصرين للقضية الحسينية، يعني ما خوف أيضا على شبابنا وأطفالنا بالمستقبل. مشاهد الكرام، فاصل وراجعي. نعم مشاهد الكرام، رجعنا لكم بعد الفاصل. وبالتأكيد أنا أقف بالوقت الحالي يعني وخلف صور الشهداء الذين بذلوا دماءهم من أجل القضية الحسينية وإيمانهم بمبدأ الحسين وفكر الحسين بالدفاع عن أرضهم ومقدساتهم. فبالتالي يعني اليوم المخيم الثقافي الحسيني يضم العديد من النشاطات سواء الصورية والشعرية وما شابه ذلك. ينضم إلينا الآن الزميل ياسر. ياسر عظم الله لك الأجر. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الذكرى. اليوم إحنا علاوة نشوف هذا المخيم يضم كثير من المواضيع مهمة لازم نسلط الضوء عليها، ودورنا احنا كاعلاميين هذا موضوع مهم يتناول. شفت يعني مسرحيات موجوده، تحدثت مع الشباب اللي موجودين بالمسرحيات، ذكروا امور مهمه لازم نسلط الضوء عليها، اللي هي انه المسرح الحسيني. المسرح الحسيني بهاي الفتره ماكو، يعني نشوفه انه ما موجود، الى مغيب بالساحه. فوجود مثل هيك مهرجانات وهيك مخيمات ضروري، كلش ضروري على الصعيد الثقافي، على صعيد انه ايصال الصوره للعالم بمختلف الالوان. صحيح، يعني احنا مقبلين على جيل يجهل هاي الامور،
لازم بالمسرح الحسيني وكل المجالات لازم تسلط الضوء على المسرح الحسيني، على الجانب الحسيني. الحسين خرج من اجل شهادته من اجل الاسلام، واليوم احنا نشوف وضعنا كثرت به اشياء بعيده عن الشارع، لازم احنا نبتعد عنها، لازم نحاربها. اي يعني الحسين يقول ما خرجت اشرا ولا بطرا، وانما خرجت لاصلاح بمتجدي. يعني اليوم لازم كل شاب عراقي يعرف الامام الحسين شهادته من اجل الاسلام. او يعني بالفتره الاخيره لاحظنا اللي يحرق القران واللي هاي امور ما كانت موجوده عندنا. انا اقول هاي حرب مقصوده تجاه العراقيين خصوصا على الشاب العراقي، لكن انه شفنا انه الانتفاضه ردت فعل الشارع العراقي، ردت فعل شبابنا الحسينيين اللي طلعوا بنفس الوقت ردا عن هاي القصور. املي بالشباب العراقيين جدا كبير، لانه العراقي لما يحارب هاي الامور يحاربها على اساس انه هو يعرف على شنو طالع. اللي حرق القران ينتفض ضده، اللي المسرح الحسيني ذكرت لك بالبدايه، المسرح الحسيني والصور الشهداء، شهداء الحشد الشعبي، شهداء الحشد الشعبي ايضا خروجهم ويعني انتفاضتهم على مود العراق، على مود العراق لا يروح، على مود العراق لا يتقسم. فمن خلالها لازم نعرف على شنو نطلع، على شنو نتصرف، شنو الكلام اللي ممكن نحكيه. يعني مقبلين على زيارة الإمام الحسين، أربعينة الإمام الحسين، الحدث الأعظم. هذا الحدث لازم العالم تعرف لما تروح زيارة شنو الطرق اللي تتخذها، شنو الأدوات اللي تكون معاهم حتى تكون زيارتهم مقبولة. زياراتنا أيضا، زياراتنا يجب أن يتخذ طرق صحيحة. لازم يكون توعية، وخاصة من هذا الجانب انه لازم يكون اكو دورات مثل يعني المخيم هذا ينطي وعي، ينطي لكل الناس انه لازم تكون على اساس صحيح على خطى الامام الحسين. الله يحفظك، شكرا جزيلا لك، الله يحفظك. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي اليوم انه لو اردنا نتحدث عن هيك نشاطات، عن هيك مخيمات بهذا التنوع الفكري، التنوع اللي خاطب الطفل، يخاطب الشاب، يخاطب الكبير، يخاطب كل طبقات المجتمع العراقي باعتبار انه الامام الحسين فكر مبدا لازم كل الناس العراقيين، كل الناس الغير عراقيين باعتبار انه القضيه الحسينيه للعالم برمته، مو فقط ولا حصرا على العراقيين، لكن باعتبارنا انه عراقيين حسينيون من وبارض كربلاء دفن الامام الحسين، لازم ويحتم علينا انه نكون مناصرين واصحاب هذه القضيه باحيائها بجميع الاشكال وبجميع المهرجانات وما شابه ذلك. لكن من الضروري جدا انه هذا الفكر وهذا الوعي يكون عند اطفالنا، يكون عند شبابنا، وهذا ما لمسناه موجود حقيقه عند كل الفئات اللي موجوده العراقيين. والدليل على ذلك انه كل سنه الشباب والاطفال وحتى كبار السن يحيون القضية الحسينية بأعظم حدث له، وهو زيارة الأربعينية بأعداد هائلة مليونية، سواء من داخل العراق أو من خارج العراق، تشوف الخادم، تشوف المشاي، لأجل إحياء القضية الحسينية. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل.